أول منطقة سقطت بيد الجبهة القومية سلطة هي منطقة الضال. نحن ماشي كان معنا جيش سحري كنا مننا 60 نفر، ولكن نحن دخلنا الضالع واسقطنا الضالع 20,000 بني آدم. كيف استطعنا أن نجمع الناس؟ ما كان عندنا فلوس نرشي الناس ولا نعطي للناس يعني مصالح ولا نعود الناس بالمناصب ولا بمصالح. أنا بجيب لك أنت أعمل معي مشان نعمل لك، كنا نقول أنت وطني عليك أن تجي تموت معانا، أنت مش وطني بتحاسب جبك بعد الآن، يكفيك الرقلة إلى الآن. وكنا صادقين وجريئين نتكلم مع الناس بهذه الطريقة. كل ما عند الناس جندوه وعملوا السلاح معانا وتحركنا مع بعض وقلنا برا يستعمل. الكتائب الإنجليزية الذي كانت موجودة في هذه المناطق والجيش الذي كان موجود في هذه المناطق، لما وصلنا نحن ونهتف خرجوا كلهم فوق الشبوك وتفرجوا علينا بنادقهم. قلنا لهم بالمقربون يا جنود، هل أنتم من أبناء هذا الشعب وضد الاستعمار البريطاني والسلاطين ولا أنتم أعداء للشعب؟ قالوا لمع الشعب. قلنا خرجوا، فكوا الشبك وكسروا الشبوك وقفزوا وخرجوا وخلوا. اقسم لكم بشرف الثورة لن يبقى داخل المعسكر إلا شخصا واحد، الرجل الأول هو الذي بقي داخل المعسكر ملتزم للسياسة البريطانية وللنظام البريطاني، ولا الجنود قفزوا معانا عاشت الجبهة القومية. تمر علينا الذكرى 61 لثورة 14 أكتوبر، والشعب اليمني يواجه بكبرياء وصمود أسطوري كل محاولة العودة إلى الوراء لإخفاق أهداف ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وثورة 14 أكتوبر امتداد لثورة 26 سبتمبر لتحقيق هذه الأهداف. ونحن في العقد السادس من مرور ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، ونحن نحاول ننجل شعبنا اليمني لتحقيق هذه الأهداف. ونحن أبناء محور مران بقيادة اللواء الركن عبد الكريم السدعي نعاهد الله ثم نعاهد الوطن ونعاهد قيادتنا السياسية ممثلا برئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس الحكومة ورئيس ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، إن على عهد الثوار ماضون حتى تحقق كل أهداف الثوار. كل الميليشيات الحوثية ماذا مقدمة بيسري في عروقنا، لن نكل ولن نمل حتى نجتثها من أرض اليمن ولن يبقي لهم إن شاء الله أي صوت في أرض اليمن ما دام ونحن عايشين. وإذا متنا يحقوها الأبطال اللي بنيناهم من بعدنا، وإن شاء الله سنخلص اليمن ونخلص الأمة الإسلامية من خطر العصابة الحوثية المارقة الذي عاثت في الشعب اليمني فساد. طب من أفراد الجيش في جميع الجبهات العسكرية إن من جبهة الملاحظ إننا نحن يد واحدة وإننا نحن سائلون حتى تحقق النصر حتى تحقق النصر حتى تحقق النصر إن شاء الله، وعن نرفع العلم الجمهوري في أعلى جبال مران، وعن دخول مران وندخل صعدة وندخل عمران ونحتفل في ميدان 70 في القريب العاجل إن شاء الله. ثورة 14 أكتوبر ضد المحتل البريطاني بقيادة القائد المغوار راجح غالب لبوزة و70 من رفاقه هي ملهمة من ثورة 26 من سبتمبر، حيث شارك القائد هذا البطل المغوار في ثورة 26 سبتمبر ب300 رفيق من رفاقه، وصلوا إلى مدينة الحديدة وقاتلوا مع ثوار 26 من سبتمبر، وكان ملهم له ثورة الثورة ضد الاحتلال من ثورة 26 سبتمبر وثورة 26 من سبتمبر، قامت بدعم المناضلين في الجنوب وطرد الاحتلال البريطاني للأبد.
ونحن مستمرون على درب نضالهم لطرد المحتل الإيراني من الجمهورية اليمنية، وسيطرد قريبا أو بعيد، لن يبقى المحتل الإيراني مهما طال الزمان. الجيش الوطني وكل قوة الشعب والشرعية سيستعيدون الحكم من الانقلابين، وسيطبق الدستور الجمهورية اليمنية، وسنعيد الحكم، وسيطرد الانقلاب ويدعس إذا لم يستسلم ويعود إلى رشده. فإيران لن تنفعه ولن ينفعه المجوس، كلهم سيسحقون بإرادة الشعب وإرادة القوة اليمنية الأحرار من شعب الجمهورية اليمنية. بمناسبة احتفال شعبنا بثورة 14 أكتوبر، هذه الثورة الخالدة المجيدة، نستمد منها العزم لمواصلة القتال ضد هذا الشلة الباغية، الميليشيات الحوثية الذي عاثت في الأرض فسادا من أول ظهورها في عام 2000 وحتى اليوم. ولكن نستمد العزم من هذه الثورات والثورة الخالدة 26 سبتمبر، الثورة الذي قضت على الإمامة في اليمن، ولا نزال نستمد العزم منها إلى اليوم، ولا نزال يستمد العزم منها أجيال إن شاء الله بعدنا. ولذلك نقول لقيادتنا السياسية الممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع وقيادة محور مران وقائدنا قائد ألوية العروبة قائد محور مران، نحن جاهزين، رحنا الإشارة للقتال هذه الشلة الباغية في أي مكان، سواء في مارب، سواء في الساحل، سواء في صعدة، سواء في أي مكان، نحن نعشق قتاله، ولا نتطهر ولا يتطهر اليمن سواء إلا بقتال هذه الشلة الباغية، ولا صلح معهم، لأنه الصلح معهم مشروع إمامي لا يكون معه صلح. المشروع الإمامي يختلف عن المشروع الجمهوري، المشروع الإمامي لازم أن يباد، لأن الفكرة الإمامية البغيثة هي مستمدة من الأجيال، هي لاستضعاف الناس، يعني لاستضعاف المستضعفين، للهيمنة عليهم، لا يحسبوا مثلا يعني مثلا بأداهم أو بحقوق مواطن أو بحقوق مساواة أو بحقوق عدل أو بحقوق، لا، هو البغي عندهم أن أنت عبد وهو السيد، هذه لازم من اجتثاثها أبتا بداتا بتاتا. ونقول في الأخير نستمد العزم ونكررها للمرة الألف، نستمد العزم من ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر، وبإذن الله النصر قادم بصمود الأبطال بصمود الأحرار في مواقع الشرف والبطولة، وإن شاء الله بإذن الله نرفع العلم الجمهوري داخل صنعاء وداخل مران، داخل صنعاء وداخل مران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة 14 أكتوبر نقول للشردماء الحوثية المستوردة من إيران، نحن هنا في مواقع البطولة والشرف، في مواقع محور مران، جبهة الملاحيض، لن نكل ولن نمل حتى آخر قطرة من دمائنا، وما نشري إلا النصر بعد الله، وبفضل الله ثم بفضل القائد الأخ القائد اللواء الركن عبد الكريم عوبر السدعي قائد محور مران رازح قائد ألوية العروبة، نحن هنا تحت إشارته، رهن الإشارة ورهن الإشارة القيادة السياسية ممثلة باللواء الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وأعضاء مجلس القيادة الرئاسية، نقول لهم لا حوار لا نقاش لا جدال مع الحوثي، إنها عصابة مستوردة من إيران، ونحن لهم أينما كانوا، وأحنا هنا بوجود الأبطال المخلصين لله ثم للوطن ثم القيادة السياسية، نحن نقول لهم يا حوثي لن نخضع، وهذه رسالتي لك من هنا من مواقع البطولة والشرف، يا الاستسلام يا أنتم أخبر بذلك، نحن ندخل إلى داخل كفوف مران. نهني القيادة السياسية بالمناسبة العظيمة الذي هي ثورة 14 بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ونوابه الكرام، ومنها هنا من محور مران نرفع آيات التهاني بقيادة اللواء الركن عبد الكريم عوبل السدعي إلى القيادة السياسية والقيادة العسكرية، إن شاء الله على درب الشهداء ماضون، وعلى درب الأحرار، وعلى درب ثورة 14 من أكتوبر، لن نحيل ولن نميل، وسنكون إن شاء الله عونا وسند، وها هنا جاهزون منتظرين
إشارة من رئاسة الجمهورية ومن نوابه ومن وزير الدفاع ورئاسة هيئة كتل الأركان، يواصلون الثوار بقيادة الأحفاد، أحفاد الثوار، أحفاد غالب راجح لبوزة وغيرهم من الثوار، هذه الثورة التي ظلت مزروعة في قلوب كل يمنيين ومزروعة في أعماقنا، لن نتردد ولن نتوانى في الدفاع عنها مهما ظلت ومهما كانت الخسائر جسيمة، فهي ثورة محمية بالنظام والقانون، وإن شاء الله سنظل على عهد الثوار ماضون وعلى درب الشهداء. تمثل الذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر، هذه الثورة العظيمة التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان ضد الاستعمار البريطاني، وتكللت هذه الانتصارات بالاستقلال ودحر الاستعمار البريطاني. فتمثل هذه الثورة وثورة 26 من سبتمبر واحدية الثورة اليمنية في الشمال والجنوب. لقد ناضل أبناء الشمال والجنوب من أجل التخلص من الاستعمار وكذلك الاستبداد في صنعاء، ونحن نستشعر هذه النضالات التي قدمها أبناء شعبنا اليمني منذ ذلك الفترة إلى الآن، وما زال أبناء الشمال وأبناء الجنوب في خندق واحد من أجل التحرر من مخلفات الاستعمار ومخلفات الاستبداد. وتمثل هذه المناسبة أيضا أهمية واستذكار للتاريخ لتضحيات الشهداء الذين ضحوا من أجل التحرر من هذه المخلفات. نحن هنا في محور مران وبالتحديد في جبهة الملاحيض، مستمرون في المتارس وفي الخنادق من أجل دحر هذه الميليشيات الحوثية والصعود إلى جبل مران لرفع العلم الوطني. نقول للميليشيات الحوثية بأن لا مكان لها في حكم أبناء اليمن، فأبناء اليمن أحرار وسيستمرون في تقديم التضحيات، تلو التضحيات من أجل التحرر، من أجل عودة المؤسسات، من أجل بناء الدولة. بمناسبة الذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، نحتفل اليوم بنضال أجدادنا الذين حملوا مشعل الحرية والاستقلال في مواجهة الاستعمار البريطاني. تلك الثورة العظيمة كانت امتدادا لنضال الشعب اليمني الذي بدأ مع ثورة 26 سبتمبر وواصل مسيرته لتحقيق الوحدة والحرية والكرامة. وكما قاتل أجدادنا المستعمر البريطاني، نحن اليوم نواصل معركتنا ضد الميليشيات المدعومة من إيران الحوثية التي تسعى لإجهاض تطلعات شعبنا في بناء دولة حرة ومستقلة. الثورة لم تكن مجرد تاريخي فقط، بل كانت رسالة أبدية بأن الشعب اليمني لن يرضى بالظلم أو الاستبداد، وسنظل متمسكين بروح المقاومة حتى تحقيق النصر ونعيد لليمن مجده واستقراره. إن ثورة 14 من أكتوبر والسادس والعشرون من سبتمبر ثورتان عظيمتان مجيدتان خالدة مخلدة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني قاطبة من أقصاه إلى أدناه، وستظل ذكرى وتاريخ عبر الأجيال جيلا بعد جيل. ومثلما طردوا آباؤنا وأجدادنا المحتل من جنوب الوطن والإمامة من شمال الوطن، سنطرد الميليشيات الحوثية والإمامة الجدد الذين هم أشد ظلما وطغيانا من سابقيهم، فلن يحكمونا ولن يحكمونا حتى ندفن باطن الأرض، فباطن الأرض خير من ظاهرها، ولن يحكمونا هؤلاء البغاة. تالتي للشعب اليمني العظيم، علموا أبنائكم، علموا أبنائكم، علموا أبنائكم الثوابت الوطنية ومعانيها، ولا يمكن المساومة فيها ولا التفريط بها. درسوهم، ثقفوهم، لا تجعلوا منهم أدوات للذل والعبودية والتخلف والخرافة وتمجيد أجداد الشيعة والمشعوذين. في هذه المناسبة العزيزة نحتفل بالذكرى 61 لثورة 14 من أكتوبر، يوم انطلقت شرارة الثورة اليمنية ضد الاستعمار، حيث تجسد إرادة الشعب اليمني في نيل الحرية والاستقلال. في هذا اليوم نستحضر تضحيات الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ونجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية مستلهمين العزيمة والإصرار من تاريخنا المجيد. نهني شعبنا بهذه الذكرى الوطنية العظيمة، ونسأل الله أن يحفظ اليمن ويحقق لها النصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية ويحقق لها الأمن والأمان والاستقرار. نهني أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر، ونهني
القيادة السياسية برئاسة الدكتور رشاد العليمي ونوابه، ونهني وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، ونقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وكما نترحم على الشهداء وندعي بالشفاء للجرحى. نقول لميليشية الحوثية مهما تكالبتم ومهما تآمرتم ضد الشعب فالشعب لن يرضى أن يرجع إلى عهد الإمامة. مثلما طردنا الاستعمار في جنوب اليمن وطردنا الأئمة في شمال اليمن، سوف نطرد الحوثيين مهما تكالبوا. نحتفل اليوم بعيد 14 أكتوبر من هنا باسم الكتيبة الرابعة من محور مران بألوية العروبة بقيادة اللواء الركن عبد الكريم عوبل السدعين. نجدد ولاءنا لله ثم لقيادتنا الحكيمة بأن لا بقاء للميليشية الحوثية الكهنوتية باليمن. بإذن الله سندك أوكارهم إلى حتى نعودهم إلى بلادهم إلى إيران. اليوم من هنا من التباب والسهول والوديان نجدد الولاء لله ثم للقيادة الحكيمة بأن لا بقاء الميليشيا الحوثية في بلادنا، ليعم الأمن والأمان ويعم السكينة للمواطنين، وبإذن الله سندكهم حتى آخر قطرة من دمائنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الذكرى 14 من أكتوبر نجدد ولاءنا لله ثم الوطن من هنا من بيدنا الشرف والبطولة، ونصل رسالتنا إلى الحوثي ونقول له لا حوار معك إلا من أخشم البنادق، ولنا الشرف والفخر أن نرفع العلم الجمهوري في صنعاء وفي مران وفي محافظة الجمهورية بالكامل اللي مسيطر على ميليشيا الحوثي، وبإذن الله من نصر إلى نصر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. أن نقاتلهم أينما كانوا وأينما حلوا، الحوثيين الإيرانيين الذي باعوا وطنهم ودمروا البلاد والعباد من أجل مصلحتهم الشخصية والفارسية. سنقاتلهم أينما كانوا حتى نعيدهم إلى داخل أنفاقهم وأينما عاشوا، ولا بد من تطهير اليمن قادما عاجلا. نحن نقول لأبناء الشعب اليمني أن يحتشدوا إلى جانب الدولة إلى جانب السلطة لتحرير العاصمة وتحرير اليمن. وصفها أتحيروا ولها بتاريخ النضال حكاية بدماء. في مثل هذه الأيام المباركة انطلقت الشرارة الأولى من أفواه بنادق الثوار الأحرار وتحديدا من مرتفعات ردفان الشموخ والعزة. ونحن نعيش احتفال الذكرى 61 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، لابد من استحضار التضحيات الجسيمة التي بذلت من أجل تحقيق مبادئ وأهداف هذه الثورة. والتي كانت هذه الثورة نتيجة لنضالات سنوات طويلة من الدفاع خاض خلالها المناضلون الأبطال الأحرار مواجهات عسكرية مع القوات البريطانية في جميع جبهات القتال، زلزلت مواقع وتجمعات المحتل البريطاني. الدخيل على اليمن آية مأرب تتجدد اليوم في صفحة الحاضر المعاصر كما كانت بالأمس آية، جنتان عن يمين وعن شمال. إن هؤلاء الشهداء الأبرار وعلى رأسهم الشهيد راجح بن لبوزة وأخت وإحنا وزوجة
إلى كل امرأة وقفت في وجه الرياض ولجميع الثاني فتحات الثلاثة أبواب الأمل أمام اليمنيين.